طيب هنروح لأخبارنا، ومن خلال افتتاح معرض أهلا رمضان، أكد دكتور علي المصطلحي وزير التموين على تنسيق الكامل بين الاتحاد العام للغرف التجارية بهدف إتاحة السلع وزيادة المعروض من السلع في الأسواق، بالإضافة للاتفاق على تقديم عروض وتخفيضات كبيرة على السلع المعروضة. وقال أيضا وزير التموين أن هناك اتجاه لزيادة مدة معرض أهلا رمضان لنهاية الشهر الجاري. أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم الذي يحظى باهتمام خاص لاستقباله من قبل المواطنين. ومع اقتراب الشهر الفضيل، افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي نيابة عن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل معرض أهلا رمضان بمركز القاهرة الدولية للمؤتمرات، والذي تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. المعرض يستمر حتى نهاية الشهر الفضيل في المحافظات. وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصلحي أكد أنه سيتم توفير جميع المنتجات والسلع الغذائية بمعارض أهل رمضان، بالإضافة إلى توفير جميع المنتجات الغذائية وغيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع جمعيتي. فإحنا وعدنا والنهاردة عدد المنافذ التي سوف يتم فتحها منذ باكر إلى آخر شهر مايو إن شاء الله أكثر من العام الماضي، بالإضافة اللي أنا قلت ميزة مهمة جدا، المنافذ المتحركة اللي نعتبرها زي سوق اليوم الواحد، بحيث بتطلع العربية موجود فيها فراخ ولحمة سواء طازجة أو مجمدة، ومكرونة وعدس وفول وزيت وسكر وكل الأنواع، وبنفس الأسعار هتبقى موجودة في أماكن تم تحديدها مع السادة المحافظين. وزارة التموين تستهدف من إقامة هذه المعارض توفير السلع بأسعار تقل عن مثيلتها في الأسواق الأخرى بنحو 15%، حيث سيتم توفير مختلف السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة، كما سيتم توفير منتجات الألبان والخضروات والفاكهة والمنظفات. ويشارك في المعرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات التابعة لها وكبار المنتجين والسلاسل التجارية الكبرى، الأمر الذي يسهم إلى حد كبير في توفر سلع ذات جودة عالية وأسعار في متناول الجميع. معارض أهل رمضان تعد أحد الأدوات التي تبذل الحكومة فيها قصارى جهدها لمساعدة المواطنين على تلبية احتياجاتهم بما يتناسب مع قدراتهم المالية المختلفة، فضلا عن كونها أحد الأسباب التي تضفي البهجة والسعادة على مرتديها لشراء ما يلزمهم من احتياجات شهر رمضان الكريم.